طبعا نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الهلال الأحمر ليبي 67. قمنا هذه الاحتفالية يوم 12 داخل فندق المهاري بقاعة الخيمة. تم عرض تقرير مرئي عن أعمال الهلال الأحمر الليبي في 2024، بالإضافة إلى تكريم جهود المتطوعين الذين شاركوا في إعصار دانيال 11 متطوع. وقمنا بعرض إحصائية بخصوص الأعمال التي قمنا بها خلال 2024، بداية من الأعمال الاستجابة أثناء الطوارئ وتوعية مخاطر مخلفات الحروب والدعم النفسي والإغاثة. وقمنا بالعديد من الحملات بخصوص إنشاء أول مخيم في فلسطين في منطقة خان يونس بالتحديد. قمنا والحمد لله بتشييد هذا المخيم مع الشريك الأساسي وهو قوافل فلسطين قضيتنا. طبعا لازال العمل متواصل، لازالت الحملات متواصلة. الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس يطمح في سنة 2025 إلى زيادة عدد المتطوعين وزيادة الخدمات التي يقدمها إلى الفئات المستضعفة، وشكرا.